اليوم يعني نعرف الغاز الإيراني انقطع، زين ماكو حل غيره أبد، يعني الغاز اللي عندنا ما ممكن نستخدمه كبديل، لازم نعتمد على المستورد. احنا المواطن يريد يسأل أيضا وحقه، يعني لو نتكلم وين ذهبت 40 مليار دولار على الكهرباء؟ ست وجنان، نتفق اتفاق من البداية اليوم نكون مواطنين ونكون موظفين، بالضبط نتفق أن نتفق ونحكي هم للناس اليوم الصراحة، هم ما بوسعك اليوم لا تحط الناس بصورة لا تلمع ولا سوداء، ونحكي الواقع ونحكي الصراحة بمعطياتها، ونتفق على ياس اتفاق بس كون اليوم يعني تكون يعني كعاتش منصفة، وإذا سمعت دفعنا وطروحاتنا من منطقية قولي والله هذا الكلام مردود عليكم، إن شفتي مقنع بالتالي قولي والله يا أبي لا تخلون الكهرباء ترى وحدها. أنا حقي كمواطن مثل ما ذكرت، كحقي كمواطن وأتساءل على هذا الشيء، واتفقنا من البداية. لا لا واضح والله تمام والله ست، لا نتنصل من مسؤولياتنا كدائرة خدمية ولا كوزارة كهرباء، وبالتالي نعرف لزاما علينا نقدم للناس ملف كهرباء. نعم. وهم جملة حق الناس الخدمات الاجتماعية اللي بضمنها الكهرباء، صح؟ نعم. بس أنا أقول الاتفاق من البداية، إحنا موسومين بفساد وموسومين بسوء إدارة وموسومين بتقصير. حلو. وأزمة اللي مرت علينا، طبعا أزمتنا اللي مرت بالأسبوع الماضي مو مثل أزمتنا الحالية، الحمد لله هاي الأزمة عبرناها، والدليل على ذلك اليوم التجهيز ببغداد وأغلب المحافظات قرابة 14 ساعة، سوى مو طموح المواطنين ولا حاجتهم والله ندري، بس خلينا نسولف أنا وياك ونضع الناس بالصورة. وننتدب الناس، وخلي ببال الست ترى المتحدث الرسمي مو هو ابو القرار، يعني مو صحيح. مصدر القرار، حتى ما يصير كت بين الناس وبين الوزارة يطلع على قنوات اعلامي يوضح للناس الصورة والمعطيات، صح؟ تفضل. تمام. ابتداء ست، احنا باليوم تجهيزنا لله الحمد 14-15 ساعة، يختلف عما مرينا به قبل اسبوع او اكثر من 10 ايام من ازمة، وهذه الأزمة مو بس انحسار طلاقات الغاز المورد، يعني سببها مو بس الغاز الإيراني قطعوه الإيرانيين وانتهى الموضوع، لا شوف الست الحقيقة وين. وهذا أم جاي يحكي بقناة التغيير اللي هي منصة كبيرة ومشاهدة. أولا احنا مرينا بالأزمة واللي تسببت بفقدان 7600 ميجاوات من المنظومة، يعني شنو؟ يعني كان بإمكان عندي قرابة 8000 ميجاوات جاهزة تشتغل بس ما عندي إلها وقود. أساليش اولا الغاز الايراني انحسر من 50 مليون متر مكعب لثمانية. كان مفترض ان عندي عقد وهذا العقد ويا الجانب الايراني، يعطوني 70 مليون متر مكعب بالصيف يعطوني 50 بالشتاء، ان غاز انحسر من 50 للثمانية مليون. هذا اللي سوى طلع لي قرابة 6500 ميجا واط من المنظومة. واحد، انقطعت الخطوط الإيرانية، انقطعت الكهرباء. أنا تعرفين جنابس عندنا 4 خطوط مربوطة تزامنيا ويا الإيران، اللي هي مرساد ديالة وسربي زهاب خانقين وعمارة كرخة وبصرخ الرمشهر. هذين خطوط 4 ينقلن قرابة 1100 ميجا واط للعراق طاقة. تمام. هذا من بعد ما انحسر الغاز لثمانية مليون، من أصل 50 طلع 6500، طفت الخطوط الإيرانية الأربعة طلعت 1100 ميجا واط، قد خسرت 7600 ميجا واط توقفت عن العمل. تمام. واحد، الخطوط الإيرانية طفت. عندنا بعض المحطات تعمل على الغاز الوطني، يعني تعمل على ما يعني ما تطلع وزارة النفط تشتغل على الغاز الوطني اللي هي بالجنوب وغير الجنوب. الغاز الوطني انخفض إلى 50%، يعني نص الكمية من الغاز الوطني اللي ينتج وينط المحطات الكهرباء انخفض إلى 50%. اخواتنا وزارة النفط الأسباب قالوا عندنا سوء أحوال جوية. تمام. هاي ثلاثة. دقيقة درجات الحرارة الغير هاي وحدة نبدأ نسأل عليها. احنا اليوم كطاقة بديلة إذا فشلت اليوم إيران، تمام، اكو طاقة بديلة، ليش ما نعمل بيها؟ عندنا الغاز النفط وغيرها، يعني حاجة احنا إلى خطط بديلة. احنا من 2003 إلى حد الآن 6 وزارات ومليارات الدولارات نفقت على وزارة الكهرباء. نعم ست وجنان، انت مو اتفقت وياك تكونين اليوم منصفه وسطيه، يعني انصاف هذا المواطن ده يسال بتالي البرنامج، يعني هو ما انت اليوم بلسان مواطن غير، انت معبره عن مواطن، حتى انا ما اصير حكومي كلش واصير عصمه لزياده. تمام. انا راح اقول هو كالتالي، 6500 خسرتها المنظومه، محطات وقفه لان الغاز الايرانيين قللوه.
1100 ميجا واط الخطوط الإيرانية طفت، هاي 6000 7600. أخواتنا وزارة النفط قللوا الغاز الوطني لمحطات الكهرباء بالنص، بالنص نزل. أخواتنا ليش؟ قالوا سوء أحوال جوية وظاهرة المد والجزر على مياه الخليج جاي يتأثر، والسفن اللي تنقل الغاز صار عندنا بيها مشكلة. هاي ثلاثة. درجات الحرارة اللي انخفضت من عام 1970 لحد الآن تدرين ما مرينا بهيك موجة، وهذه الموجة ما أثرت بس على العراق والمنظومة، أثرت حتى على دول آسيا الوسطى و14 دولة طبعا انفقدت بها الكهرباء. وهذا مو تبرير عفوا من جناب المواطنين، هذا مو تبرير، بس أنا أقول هاي العوامل الأربعة، الغاز الوطني نزل، الخطوط الإيرانية طفت، الغاز الإيراني نزل للنص، رح يجي سؤال المواطن تمام اللي نسمعه يوميا، لما احنا بلد نفطي وبلد عنده غاز ليش يحترق؟ وليش ترحون تستوردون من ايران؟ ليش ما تشغلون به محطات؟ مو صح؟ صح. انا عم اسال كمواطن واسال موظف بالكهرباء، ست وجدان. احنا اليوم شو اسمنا؟ وزارة الكهرباء، صح؟ انا مسؤول عن انتاج ونقل وتوزيع الطاقة للمواطنين. هسه انا مو شغل الخطه الوقوديه، مو شغل ليش ماكو حقوق الغاز، مو شغل ليش ماكو مصافي، انا اليوم اسمي وزاره كهرباء مو وزاره طاقه. يفترض الخطه الوقوديه يعني حقوق الغاز يعني المصافي، هذا شغل غيرنا مو شغل الكهرباء. بس بالتالي الكهرباء مو تحتاج لنا المقومات حتى تشتغل، مو تحتاج وقود وتحتاج غاز اويل وتحتاج وقود ثقيل، هذين كلهن يصبن بمصلحة الكهرباء، مين يرحن؟ معناته ما اقدر اشغل المحطة. الذي صار عندنا 8000 ميجا وات جاهزة تشتغل وما عندي وقود اشغلها، هذا اللي صار عندنا وصارت الازمة. طبعا هسه الازمة عبرناها الحمد لله والشكر. هسه شلون عبرناها؟ الغاز الايراني ما زاد لحد الان، الغاز الايراني منحسر لحد الان، مشكلة الغاز الايراني موجودة. شلون حليت الموضوع؟ شلون هسه التجهيز احسن من الاسبوع الماضي؟ عندنا بعض الوحدات التوليدية شغلناها على الغاز أويل بعد ما نسقنا ويا وزارة النفط، شغلناها بالغاز أويل، وعندنا وحدات توليدية شغلناها على وقود النفثة، والحمد لله والشكر وصل إنتاجنا لل 14، وغرفة عمليات دائمة الانعقاد وزيارات ميدانية يومية للوزير والوكلاء والمدراء العامين. ولله الحمد أقولها بصراحة، درجة حرارة الموسم ساعدتنا، مو شوية درجات الحرارة نوعا ما اعتدلت، ساعدنا بالسيطرة على الأعمال، والآن تجهيز جمارك عن 14-15. طيب جناب.